السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله راح نتكلم عن خبر مزعج، خبر أنا أعتبره أنه قنبلة الموسم لشركة تيك تو اللي هي شركة روكستار. طبعا خصيصا نحن راح نتكلم عن لعبة Red Dead Redemption 1. طبعا نعرف أن هذه اللعبة أول مرة نزلت على البلايستيشن 3، وبعدها نزلت على الأكس بوكس 360. طبعا كان باستطاعة اللاعبين أن يلعبوها عن طريق البلايستيشن 4 فقط عن طريق المحاكي اللي موجود في الستور، يعني عن طريق الستور تقدر تلعبها ولكن بنظام البلايستيشن 3 تلعبها في البلايستيشن 4. المهم الفترة الأخيرة طبعا أنا كنت من ضمن اليوتيوبرز اللي كانوا يتكلموا عن تسريبات لعبة Red Dead Redemption اللي هي أنه راح يكون هناك في ريمسترد. طبعا هناك في فرق بين الريمسترد والريميك. ريمسترد اللي هو مجرد تعديلات في الجرافيك وأشياء كذا، أما الريميك كأنك تصنع اللعبة من الصفر. تمنيت أنها تكون ريميك ولا تكون ريمسترد، ولكن للأسف الشديد اتضح لنا شيء آخر. يعني كل الفترة الأخيرة اللي كان فيها التسريبات بأن هناك راح يكون لعبة Red Dead Redemption ريمسترد هذا كان مجرد كذب. المهم شركة تيك تو كشفت ان هناك راح يكون في اصدار للعبة Red Dead Redemption على جهاز البلاي ستيشن 4 وكذلك نينتندو سويتش. طبعا ما راح يكون هناك في اي تغييرات في اللعبة او تحسينات او تعديلات نهائيا. طبعا في صدمة كبيرة من قبل المجتمع اللي هو مجتمع Red Dead وما رحبوا بهذه الفكرة. يعني طبعا المصيبة الاكبر من هذه بعد، قلنا اوكي خلهم ينزلوها على البلاي ستيشن 4 ما عندنا اي مشكلة. المصيبة انها راح تنزل بقيمة $50، بالله عليك بالله عليكم $50 قيمة لعبة جديدة. يعني احنا لما كنا نلعب العاب Resident Evil اللي هي اخر جزء كان الجزء الرابع ما كان قيمة اللعبة تقريبا $50، كانت اقل من $50 اللي هي اللعبة الريميك من الصفر مع احسن التحسينات واحسن الجرافيك وفي جودة يعني ممتازة، واتمنى انها تكون لعبة السنة. المصيبة ان روكستار نزلت هذه اللعبة بمعنى ان هذه اللعبة اوكي ما راح يكون فيها تغييرات في الجودة ولا في الاداء، راح تكون مجرد بورتل. اوكي يعني انت كنت تلعبها على البلايستيشن 3 الحين باستطاعتك انك تلعبها عن طريق جهاز البلايستيشن 4، شو فرقت الله اعلم. ايش الله اعلم، واضح انه ما في فرق اصلا، انت قاعد ويست ماني. حلو ويست ماني. طبعا ما في حاجه جديده موجوده، قلنا اقل شيء انك تعدل في الرسومات ولكن للاسف الشديد ما في تعديل للرسومات. اوكي اقنعينا يا روكستر اقل حاجه ترفعي من الاداء ترفعيه الى 60 اطار، ما في هالكلام ما في. فليش يعني قيمه اللعبه $50؟ الله اعلم. المهم موقع IGN عمل مقابله مع الرئيس التنفيذي لشركه تيك تو اللي هو طبعا شركه روكستر يسموه شتروس. قالوا له ليش، طبعا المجتمع يتساءل ليش هذا السعر، ليش عليه اساس. كان يرد عليهم انه بدقه وعنايه شديده، هذا بالضبط ما نعتقد انه السعر الدقيق تجاريا للعبه. رئيس تنفيذي انت ما صاحي ما صاحي، شو المقصد انك تعطيني لعبه قيمتها $50 وانت ما عملت فيها تعديل؟ لعبه قديمه هذه. يعني انا انصح الجميع اللي عنده كمبيوتر او بي سي ينزل محاكي تشغيل اكس بوكس 360 ونزل اللعبه موجوده، وكذلك في محاكي بلاي ستيشن 3 بس ما ادري اذا كان الحين يشغلها او لا، على حسب المعلومات الاخيره انه يشغل جميع الالعاب. فما ادري ليش هذه الافكار الغبيه اللي موجوده مع روكستر، وانا ما اعتبرها انها غبيه عندهم، انا اعتبر الغبي اللي راح يشتري اللعبه خاصة إذا هو أصلا لعب اللعبة سابقا. يعني حتى اللي ما لعب اللعبة ما يستاهل أنه يشتري اللعبة بقيمة $50، ما منطقي يا جماعة الخير، ما منطقي، هذا كلام سخيف والله. طز في روكستر على هذا
على هذا الفكر، فكر مادي بحت. انتوا قاعدين تحلبوا اللعبه وتخرفوا اللاعبين، يعني اللاعبين صاروا مثل الخراف في يد تيك تو. نرجع على العاب الثلاثيه اللي نزلت، اللي هي العاب جي تي اي، الثلاث العاب نزلت بالاخطاء والمشاكل اللي فيها. ثاني حاجه اي تعديلات اللي فيها، يعني اذا انا اجيب لك احد الهواة اللي هم موجودين على البي سي، شوف التعديل المحترم اللي صار في الثلاثيه هذه اللي قاعدين هم اللي جايوا حطوها وباعونا اياها. شل المسخره، يعني احس انه قاعدين يتمسخروا هذولا. فصراحه يعني وست في خبر امس انه لعبه ريد ديد ريديمشن 2 حصدت 55 مليون دولار، ما شاء الله، يعني مبلغ كبير. وانا متاكد لو كان اللعبه فيها تحديثات كان راح تجيب اكبر من هذا المبلغ. لعبه جي تي اي 5 180 مليون نسخه انباعت خلال تقريبا اكثر من 10 سنوات، وكل هذا روكستر لم تكتفي. مش معانا روكستر، تريد تاكل المزيد. فموضوع الحلب وخرف حلب الالعاب بهذه الطريقه شيء عجيب صراحه. يعني انا اتوقع راح ينزلوا لعبه ريد ديد ريدمشن 2 على البلاي ستيشن 5، يعملوها يمكن تعديلات بسيطه، يقول لك يلا اشتريها مره ثانيه مثل ما صار مع جي تي اي. يعني ما منطق الكلام اللي قاعد يصير، وصراحه غير مقبول. وهذا استغلال من شركه روكستر. طز في روكستر يا جماعه الخير، والله قله ادب. يعني كلها مساله ماديه بحته. على العموم انا حبيت ان اتكلم عن هذه التفاصيل فقط كتنويه لهذا الحدث المعفن من شركه روكستر، صدمه لمجتمع اللاعبين في لعبه ريد ديد بشكل عام، وكذلك عن السعر البغيض هذا اللي هم عرضوه. سعر يعني ولا قلة أدب يا روكستر. على العموم كان هذه نبذة، حبيت فقط أني يعني أحط رأيي فيها بالحدث أو بالخبر هذا المشؤوم. فشكر لكم على حسن المتابعة، كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز، نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله. حياكم الله.